من آثار التصحيف ما روي عن محمد ابن حمدان قال: سمعت صالحا يعني جزره يقول: قدم علينا بعض الشيوخ من الشام وكان عنده كراس فيه عن جرير فقرأت عليه. حدثكم جرير عن ابن عثمان أنه كان لأبي أسامة خرزة يرقي بها، فصحفت في قراءتي لفظ خرزة فقلت كان لأبي أسامة جزرة. قال الخطيب: وبهذا سمي صالح جزرة.